مرحبا بك مني سير كل. تعديلات قانونية جديدة على مسابقة دورة أبطال أفريقيا. أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض التعديلات الجديدة على اللوائح الخاصة بالنسخة الجديدة من بطولة دورة أبطال أفريقيا. وفي مالي التعديلات الجديدة بلوائح بطولة دورة أبطال أفريقيا. إيقاف أي لاعب بالنسخة الجديدة من بطولة دورة أبطال أفريقيا سيكون بعد حصوله على 3 إنذارات وليس إنذارين كحال باقي النسخ السابقة من البطولة. اللعب خارج العاصمة سيكون وفقا لشروط معينة. أولا، يوافق الكاف على الملعب المقترح لإقامة المباراة. ثانيا، أن تكون حالة الملعب جيدة ويتوفر فيها النقل التلفزي والإذاعة تكون جيدة. وثالثا وأخيرا، أن تكون المسافة بين الملعب والعاصمة أقل من 200 كيلومتر. بالتوفيق للفرق التونسية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. ما تنسيش جيم على الفيديو، أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.